الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الاستمناء مع العلم أن السن 26 سنة وأتواجد داخل مجتمع به كثير من الفتن، وأخشى أن أقع في الزنا، ولا أستمني إلا عند الضرورة فقط لكي لا أقع فيما هو أخطر منه، ادعوا لنا أن يعفنا الله وبنات المسلمين. الحمد لله، الاستمناء محرم لا يجوز، وهو من الاعتداء في إخراج المني، وقد قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير الزوجة وغير ملك اليمين، فأولئك هم العادون. فالأصل وجوب حفظ الإنسان لفرجه. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالاستمناء محرم ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه مطلقا، إلا في حالات استثناها بعض أهل العلم، ولكن ليس منها أن يخاف الإنسان الوقوع في الزنا مع عدم قدرته على الوقوع فيه إلا بعد ترتيب. ولكن إذا كانت المرأة أمامه وليس بينه وبين الوقوع عليها إلا كذا وكذا، وضعف إيمانه إلا باستفراغ شهوته فاستفرغها بالاستمناء، فهذا لا بأس به، لأنه ارتكاب لأدنى المفسدتين لكن أما أن يكون الإنسان في بيته وأمامه شاشات والتلفزة الخليعة ثم يقول بعد ذلك: أنا أخاف من الوقوع في الزنا، فنقول: بينك وبين الوقوع في الزنا مفاوز وأمور وترتيبات طويلة، فأنت لست ممن أجاز لهم هذا البعض من الفقهاء أن يستمنوا بأيديهم. ولذلك فالاستمناء محرم إلا في حالات الضرورة التي بيّنتها لك، وهي أن تكون المرأة أمامك وليس بينك وبين الوقوع في فاحشة الزنا إلا الانكفاء أو النزوع عليها فقط. ففي هذه الحالة إذا لم يستطع الإنسان أن يستكفي بإيمانه ومراقبته وخوفه من الله عز وجل، وكان يغلب على ظنه أنه سيقع لو لم يستمني، فله أن يستمني في هذه الحالة. وأما أن يكون الإنسان في بيته وبينه وبين الزنا يعني مفاوز ومصاعب وعقبات طويلة، فهذا لا يجوز له أن يستمني. فالاستمناء محرم، وهو من الاعتداء في إخراج هذا الماء الذهبي الذي خلقه الله عز وجل في غير وجه إخراجه الشرعي. فلا يجوز للإنسان أن يستفرغ شهوته إلا في زوجته أو ملك يمينه فقط، وما عدا هذين الطريقين فهو محرم. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لك مخرجين لحفظ شهوتك: إما أن تتزوج إذا كنت قادراً على باءة النكاح من تكاليف ومهر وغيرها، فإذا كنت قادراً فالواجب عليك أن تتزوج إذا خفت على نفسك العنت، لأن النكاح يكون واجباً في حق من قدر على باءته وكان يخاف من العنت. وإذا لم تستطع الزواج فقد جعل لك النبي صلى الله عليه وسلم مخرجاً آخر، وهو عليك بكثرة الصوم، أي التطوع والنافلة، فأكثر من الصوم فإنه له وجاء. وهناك أسباب أخرى تقيك من ثوران الشهوة إن شاء الله، منها كمال إحياء مراقبة الله عز وجل في قلبك، فإن من خاف من الله عز وجل في سره أورث الله عز وجل قلبه حلاوة وطلاوة وبعدا عن مواقعة الشهوات والذنوب والمعاصي في حال الخلوات. فلا بد أن يكمل الواحد منا ميزان المراقبة حتى يكون ذلك أدعى لانزجار نفسه عن الوقوع في شيء من معاصي الله عز وجل، من معصية الله عز وجل. ومنها كذلك إبعاد وسائل الفساد التي تثير هذه الشهوة، من القنوات الفضائية الخليعة أو المقاطع المحرمة، فلا تلج إلى شيء من ذلك، فاحفظ عينك يحفظ فرجك، كما قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
فقدم غض البصر على حفظ الفرج، لأن من غض بصره حفظ فرجه، فإن غالب من تثور شهوته إنما ثارت لوجود الرؤية المحرمة، فإما أن يقلب عينه في قنوات فضائية خليعة، أو في مقاطع في جواله خليعة، أو في صور خليعة، وحينئذ تثور شهوته، فهو الذي أثارها وهو الذي تسبب في ثورانها على وجه لا يستطيعه ودفعها. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يبعد عنه جميع الوسائل التي تفسد عليه دينه وتفسد عليه أخلاقه وتفسد عليه علاقته مع ربه. وإذا كنت في مجتمع يكثر التبرج والسفور فيه فحاول ألا تختلط بالنساء، وحاول أن تغض بصرك، وحاول أن تبتعد ما استطعت عن الأماكن التي يكثر فيها وجود هؤلاء النسوة. فإذا لم تستطع أن تحفظ عينك فحاول أن تنتقل عن هذه البلاد إلى بلاد أخرى، إلى بلاد أخرى تحفظ فيها دينك وتحفظ فيها بصرك وتحفظ فيها يعني وتحفظ فيها إيمانك. فلا ينبغي للإنسان أن يتجه إلى الاستمناء كيفما اتفق من أول ثوران شهوته، بل عليه أن يدافعه بالسبل الشرعية والطرق التي دله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فلا يجوز الاستمناء إلا في حالات نص عليها الفقهاء، وهي حالات الضرورة القصوى، وقد بينت لك وجه هذه الضرورة. وأما متى ما ثارت شهوة الإنسان بسبب ما يطلع عليه من مقاطع السوء والفساد، متى ما تثور شهوته وهو في غرفة نومه يستمني مباشرة ويقول أنا وقعت في الضرورة، فهذا تلاعب بالدين وعبث بالشرع، ولا يجوز للمؤمن أن يكون كذلك. فعليك بتقوى الله عز وجل ومراقبته وخوفه في السر والعلانية، وأن تحيي ميزان المراقبة في قلبك، وأن تستشعر أن الله عز وجل مطلع عليك في خلوتك حتى وإن أقفلت الأبواب أو دخلت في دورات المياه. فلا يجوز لك أن تجعل الله أهون الناظرين عليك. نسأل الله أن يحيي الإيمان في قلوبنا، والله أعلم.